ابراهيم عبود مصطفى. خد يا ابراهيم ده اسمك، كل واحد ينسى اسمه ويحفظ اسمه جديد لغايه ما نوصل اربيل. حيدر احمد خالد. ادي ده التهاني، ده بقى صبري عبد المنعم حسين. خد يا حسام. علي عبد المحسن حامد. خد يا شيخ حسن. وانا كبير. انت اسم هيكون ايه يا كبير؟ زاير حذافه جوري. مين يا باشا؟ زاير حذافه جوري. ماشي يا كبير، انت تؤمر. جماعنا داخلين على اربيل شمال العراق. هاي الاراضي كلها تابعه لكردستان، يعني 40 كيلو ندخل اربيل. اربيل بلد قديمه. محدش يتكلم ولا يفتح بقه، احنا داخلين على نقطة كردية. لا تخاف، أنا صديقي ينتظرنا هنا. كردي؟ كردي، سردار صديقي اللي حكيت لك عليه. يا جماعة انطون الهويات. بخير بيه. دور بخير يا كاكا سعد. ضيوف كاكا سعد. اهلا وسهلا. اعطيني هويات. هذه الجوازات. تفضل. محمد سعيد جاسم. نعم. عبد الكريم عبود. ايوه. زاير هزافة. زاير هزافة وينك هكا زاير؟ انطع يا حيوان، ده اسمك انت. قدامك كبير اللي هو بقول عليه ده. قدامك كبير. اذنه تعبانة، اذنه اطرش. كاكا صاير اطرش من تفجير بغداد. كاكا سعد ورايا بالسيارة. مؤاخذة كبير، هو احنا كده خرجنا من العراق؟ لا احنا لسه في العراق يا عبد الجليل. طب اصل الجماعه كانوا بيتكلموا بصراحه يعني لغه غريبه قوي، كانوا عمالين يقولوا كاكا كاكا كاكا. ما دي اللغه الكرديه اللي بيتكلم بيها الاكراد. مين الاكراد دول يا باشا؟ والله بقى الاستاذ سعد يقول لك لا يفتى والاستاذ سعد في العراق. انت ما فهمتنيش كده يا استاذ سعد، انت قلت لي هنطلع من هنا على مصر على طول، ايه اللي هيودينا اسطنبول؟ استاذ ناجي، انتوا رايحين على مصر ان شاء الله، طائره مباشره بين اربيل ومصر اليوم بالذات ماكو، ما فيش. الساعه 9 طائرتكم على اسطنبول، ساعه وتوصلون تباتون في اسطنبول، وان شاء الله الصبح انتوا بمصر. وهنقضي الليله دي فين؟ ابن عم السردار ينتظركم هناك بالمطار، ياخذكم على فندق مرمره
والصبح يوصلكم للمطار. اطمئن، هذا كله متكفل بيه ابن عم. وهندخل اسطنبول ازاي من غير تاشيرات؟ الجوازات العراقيه اللي موجوده معاكم من نوع جي، ما تحتاج تاشيره. في المطار ينطوكم تاشيره على طول. يعني احنا هنسافر بجوازات العراقيه؟ صدقني يا استاذ ناجي، دي افضل شيء، افضل شيء صدقني. ناجي لو سمحت ممكن كلمه على جنب؟ انا مش فاهمه اي حاجه من اللي بيحصل حواليا. انت مجرجرنا معاك من بلد لبلد، من هنا لهنا، انا مش فاهمه اي حاجه. انت هربان من حاجه؟ عامل عامله؟ صارحني يا ناجي قول لي. ايه يا كمالي، هكون هربان من ايه يعني؟ مش وقته الكلام ده. مش مقتنع. في الطياره هقول لك على كل حاجه. يلا اتفضل انت يا استاذ سعد، هتوحشنا. انت اكثر يا استاذ ناجي، يا ريت تزورني انت واسرتك في مصر. ان شاء الله استاذ ناجي، ان شاء الله. ناجي ايه بقى؟ الناس دلوقتي محمد سعيد جاسم. شفت، احنا اخوه استاذ ناجي، دخلتها مصري خرجت منها عراقي، احنا اخوه. اه البركه بقى في الدكتور اشلاجه. النبي يسلم له عليه. يوصل يوصل. قول له بقى يعمل لي باسبور سويسري، جايز احتاجه ولا حاجه. ان شاء الله. مع السلامه. مصحوب بالسلام. شلونك عبد الرحمن؟ ناجي عطل هنا لان عندي موضوع احكي وياه. ما موجود، طلع. وين طلع؟ ما ادري. الاستاذ سعد هنا؟ هماتين ما موجود، طلع وما قال وين رايح. يعني ما تعرف فين راح؟ ما اعرف. ناجي عطل والشباب اللي وياه تركوا البيت نهائيا؟ اي ستوري. وين راحوا؟ ما اعرف. وين راحوا؟ ما نعرف وين، وهو حر. بس انا ردت. ايش تريد منه؟